ده بقى يا سيدي مش حوض سمك للزينة، ولكنه مشروب منتشر في دولة اليابان، واسم المشروب ده مشروب الأسماك الحية، وبيعتبر المشروب ده من أصعب المشروبات في البلعة، وكل كوباية بيكون فيها 200 سمكة صغيرة تقريبا، ولازم يكون السمك صاحي وبيلعب، ويكون السمك برضه صغير، لأنهم عندهم اعتقاد إن السمكة في المرحلة دي جسمها ما بيكونش اكتمل النمو، وبالتالي البكتيريا هتكون قليلة. واسم السمك المستخدم في المشروب ده هو سمك الشيرو أو السمك الفضي، ولازم العميل يحس بالسمكه وهي بتلعب في بقه قبل ما يبلع المشروب، وبعد كده بقى يبلعها يدفها وهو حر. المهم ان يحاسب على المشروب ده واللي تمن الكوبايه منه ب 6 دولارات. ولو عجبتك المعلومه الغريبه دي ما تنساش ترزع لي لايك وفول.